مرحبا بك خويا. انا اختي مهلي وليكم. واش راك لاباس؟ ولا الحمد لله العزيزه. الحمد لله. الوغ عندنا سؤالنا نهار اليوم، شنو هما الحاجات الايجابيه اللي دائما تقول نديرهم ومازال حتى لدوكا ما درتهمش؟ كاين بزاف حاجات ايجابيه، كاين نعاون، كاين كي مثلا ديما العمره، نشريك الروسه، بزاف صوالح، ربي يوفقنا وان شاء الله نديرهم الاخت. الله يعطيني، يعني من غير هادوما كاين بزاف صوالح. كاين بزاف، كاين بزاف، كاين بزاف الاخت. نشري كرة، تكون عندنا دار ان شاء الله، يكون عندي دار اللي تسمى داري وحدي ان شاء الله، كان ان شاء الله ربي يفتح علينا الاخت. مرحبا بك خويا. الله يسلمك، بك وهلا. واش راك لاباس؟ الحمد لله، سؤال عليك. الحمد لله. لو سؤالي نهار اليوم، شنو هي الحاجات الايجابيه اللي دائما تقول انه نديرهم ونكمل فيهم ومازالك حتى الان بالك ما كملتش فيهم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما يقول لك بنو ادم لو تعطيت الواد من ذهب يقول لك زيد من فضه، يعني الانسان دائما يطمع في الدنيا هذه، وكي يحقق حاجه دائما يخزر فوق باش يحقق، هذا هو الانسان، الانسان هذا هو. كاين اشياء حققتهم مثلا الحمد لله عندي ساكن وكذا، كاين امور واحده اخرى ما قدرتش، مثلا ما قدرتش ندير نصوم يعني تاع دراهم نخبي دراهم حاجه كبيره، حبيت نشري سياره ما قدرتش نلحق ما لحقتش، يعني دائما تقول لازم نخبي دراهم ومازالك حتى الان ما تخبيش، ديري حساب تلحق الشهر تقول نخبي شهر الاخر ما تولي ما تقدريش، تجيك عفسه يروحوا لك، تسمى ما قدرتش كيما نقولوا باش ندير يعني صوم يعني كبيره باش نقدر نشري سياره ولا هذه ما لحقتهاش. تمنيت باش ندير ان فواياج كيما نقولوا لوروب ولا هكذا ثاني ما قدرتش. هذا هو الانسان، يعني كيما نقولوا كاين حوايج تمنيهم وتسعي لهم وتقدري لهم، شو كاين حوايج حققناهم الحمد لله كيف كفف والعفف. مرحبا بك لميمه. الله يسلمك، ميرسي. الحمد لله، لاباس، صحتك بخير؟ الحمد ربي، هذه الساعه الحمد ربي، الحمد لله. دوسمون لو ماتان با ترو فيت لو سوار، هنا تحبس. الو عندي سؤالين ها اليوم، وشنو هي الاشياء بالك الايجابيه اللي دائما تقولي نديرهم ونكمل فيهم بصح حتى دوكا ما كملتيش مازال ما بديتيهم؟ شوفي والله ما كاين ايجابيه ما كاين سلبيه، كاين اسكو هذاك راهو رايح يتقضى هذاك الشغل ولا ما راهوش رايح يتقضى. شوفي تجري 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 ديري كلش، ومن بعد في الليل تصبي روحك ما درتيش حاجه اي خاصه، غد من داك ما ديريهاش. انا نعطيك اكزومبل تاع راجلي ربي يرحمه، اجرى 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 كمل، وجد كابيني تاعو راح يبدا يخدم، رايح سي بون نهار السبت نبدا نخدم، le jeudi tombé malade il n'est jamais rentré dans son cabinet tadaim allah donc on termine jamais et on fait jamais واش رانا رايحين نديرو من غير واش مكتب رب العالمين. اللقمه لو كان ما يكتبها لكش ربي ما تاكليهاش. donc on finit pas il y a toujours حويجه قعدت للور ما تكمليهاش، ما نقدروش. دون لا في سي سا، نقولوا الحمد لله وبالك من الغدوه ربي كتب ندير هذه ولا ندير هذه، مي سي جامي سيغ، سي جامي سيغ. كيما الصحه. مرحبا بك اختي. ميرسي، عايشك. واش راكي لاباس؟ سافا تري بيان، اي فو؟ الحمد لله يا ربي. عندنا برنامجنا هو برنامج ثقافي ترفيهي، نبداو سؤالنا نهار اليوم راح نسقسيك يعني وشنو هي الاشياء الايجابيه اللي دائما تقولي نبداهم مازال دوكا ما درتيهمش؟ داكور، سي انا بور موا سي بوكو بلوس سي لورغانيزاسيون اي لا ديسيبلين. اشاك فوا وين جي سي باش نكون ديسيبليني، مي جونغ جي اون سارتين روتين، ما شي با شو كالكان كي كاس بوكو لا روتين، دونك سكي في نلقى روحي بلي باغ اكزومبل لو سبور je fais du sport et مع القرايه et tout j'essaie d'être disciplinée mais parfois تهرب لك سي سا مازال دوكا مازال مازال j'essaie toujours je suis jeune je reste toujours positive j'essaie mais pas encore mais ça va راني quand même j'essaie de m'organiser في حياتي. مرحبا بك خويا. بك يعيشك. واش راك لاباس؟ والله في نعمه الحمد لله. الحمد لله. الوغ عندي سؤالي لنهار اليوم، شنو هي الحاجات الايجابيه اللي دائما تقول نديرهم ومازالك حد الان مازال ما درتهم؟ بون نبدا لك اول حاجه اللي هي كما نقولوا الصلاه. انا كانت في بالي صلاه وشي والحمد لله دوك حكمت في صلاتي على كل حال. الحمد لله. اي والله هذه لك حاجه اللي كنت ديما نبازي عليها وساعات كي تعرفي النفس ومنها بعد دوك صيبه ربي ان شاء الله راني حاكم فيها. الحمد لله. هذه حاجه واحده اخرى بالك؟ ولونتريمون. لونتريمون باسكو انا صح انا جو ان فولير، حبست على الفولي وشي دوك راني بديت الروبروني، ربي ان شاء الله دوك نعاود نحكم فيها ان شاء الله يا ربي. يعني هذوما الحاجات اللي دائما تقولهم هذوما اللي نبازيو عليهم سو ديزون، بعد تبقى هذيك في افير خدمه ولا قرايه هذوك حوايج مباينين، هذوك احنا جينا لهنا على جالتهم، على جالت القرايه ربي يوفقك ان شاء الله. أنا قرأت يعني. وي.